لان مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شفتي كيف مكتبوا معنا هنا مجموعه من الشباب اللي دخلوا في احد الصراعات ومضاربه نقدروا نقولوا عليها حرب الالترات. حرب الالترات يعني اصابه جوج الاشخاص تم النقل ديالهم للمستعجلات ديال 20 غش من اجل تلقي العلاجات. هما هادو اللي امامي جوج الاشخاص اللي مضروبين هما بدراجات ناريه. مضروبين في الوجوه ديالهم، واحد مضروب في جبهتو والاخر مضروب في حنكو. يعني الشباب ديالنا كيضيع والله القسم بالله، الشباب ديالنا كيضيع، يعني شباب المستقبل راه كيضيع. يعني مجموعه من الشباب اللي كنشوفوا انهم كيتخسروا ولا كيضربوا ولا كيمشيو للسجون بسبب هاد حرب الالترات. ها هو الدري اللي مضرب، هو هذا اللي راهو داير الزيف على وجهه، داير كاسكيطه، داير الزيف على وجهه، داير كاسكيطه، هو هذا. هذه حرب الالترات. جوج ديال مضروب، واحد في وجهه واحد في جبهته. ها هو كيعرج برجليه. اللي واقع اخويا هنايا هو ان حرب ديال الالترات صابوا فيها مجموعه من الاشخاص، تم النقل ديالهم هنايا للمستعجلات ديال 20 غشت. هما في اللحظات هما امامنا هاد الشباب هادو اللي كانوا ضاربين، يعني جوج اللي مضروبين، واحد في حنكو وواحد في وجهه. هما بالماطر. ها